فعال تتوالى على خلفية تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب السودان وجنوب السودان بوقف الأعمال العدائية وحل خلافاتهما ضمن مهلة 3 أشهر تحت طائلة فرض العقوبات. وزارة الخارجية السودانية ممثلة في الوزير علي كرتي طالبت من داخل مباني البرلمان السوداني بضرورة التعاطي مع قرار مجلس الأمن، واعتبرته خيارا أفضل من التعاطي مع الاتحاد الأفريقي. أما حزب المؤتمر الوطني الحاكم فقد أعلن قبول قرار مجلس الأمن الدولي حول نزاع الدولتين. وأخيرا جاء القول الفصل على لسان الرئيس عمر البشير الذي قال أنه لا مباحثات مع جنوب السودان بشأن النفط والتجارة والمواطنة قبل حل الخلاف القائم حول القضايا، أو تحديدا قضايا الأمن. الرئيس البشير أكد كذلك أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تفرض على السودان قرارات وإملاءات. الحديث حول تباين المواقف السودانية على خلفية هذا القرار، القرار 2046 الصادر عن مجلس الأمن، أسمحوا لي أعزائي الكرام أن أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم الأمين، الأمين العام لحزب الأمة القومي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. ونبارك لك المنصب الجديد أولا. الله يبارك. كذلك معي هنا في الاستوديو البروفيسور حسن السعوري وهو أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية بجامعة النيلين. أهلا بك بروف. مرحبا بك أبو المجاهدين. أهلا. أعزائي سينضم إلينا لاحقا عبر الهاتف من العاصمة المصرية الكاتبة الصحفية والدكتورة المعروفة أماني الطويل، وهي خبيرة بمركز الهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وكذلك سينضم إلينا من الخرطوم الأستاذ الكاتب الصحفي المعروف إسحاق أحمد فضل الله. أعزائي دعوني أبدأ من ضيوف هنا في الاستوديو وأبدأ بسؤالي مباشرة للبروف حسن السعوري. بروف، إلى أين تتجه بوصلة الأحداث ونحن نشهد يعني حالة من التصريحات المتضاربة داخل منظومة العمل السياسي لا سيما الحكومي؟ صحيح، واضح جدا أن هنالك بعض التضارب في هذه التصريحات، لكن القرار كان موافقة من حكومة السودان، ومجلس الأمن قد بلغ بأن السودان قد وافق على تنفيذ هذا القرار. إذن يمكن لنا أن نقف وقفة هنا ونقول واحدة من اثنين. نعم. إما أن تكون هنالك بعض الخلافات ما بين قيادات المؤتمر الوطني والرئيس، نعم، أو أن تكون هنالك أمور أخرى. إذا كان العملية متعلقة بالخلافات، نعم، داخل القيادة السودانية، نعم، ذلك معناه أن تطبيق القرار سوف يأخذ وقت، يكون الأمر فيه ما فيه من محاولة للمماطلة. نعم. أو قد يفهم آخرون بأن تصريحات الرئيس تصريحات رسالة ليست للجنوب وليست لمجلس الأمن، وإنما رسالة للسياق الذي جاءت فيه هذه التصريحات، هي رسالة في الغالب للاستهلاك الإعلامي. في الحالتين، سواء قبلنا بالحالة الأولى أو الحالة الثانية، ذلك يعطي صورة غير حميدة لاتخاذ القرار في حكومة السودان. جميل. بروف، أيضا يعني كما هو باين الآن في الشاشة، يعني جاءت ردود أفعال متباينة من بداية من البرلمان السوداني إلى وزارة الخارجية إلى المجلس التشريعي حتى في ولاية جنوب كردفان. يعني هناك ومنظمات المجتمع المدني أيضا بمنطقة جنوب كردفان، وهي ولاية معنية إلى حد كبير بحساسية العلاقة ما بين الدولتين، وتعلم أن هناك حالة من الحرب تدور الآن رحاها بين الفصائل المتمردة، سميها إذا شئت، وهي أيضا مدعومة من حكومة الجنوب. إلى أي مدى كانت الأمم المتحدة محقة في يعني إصدار هكذا قرار في حق الدولة هي الآن تتعرض لانتهاك لسيادتها وأراضيها؟ يعني واضح كذلك أن مجلس الأمن عندما اتخذ القرار، نعم، هذا القرار لم يتخذ بارتباط وثيق بالأحداث التي حدثت في هجليج، في نعم، هجليج، نعم، وإنما في تبعات الأحداث. وهنالك إدانة من المجتمع الدولي كله، إدانة من مجلس الأمن، بأنه استعمال القوة في هجليج من جانب جنوب السودان كان خاطئا، لكن القرار لم يستصعب هذه إدانة الدولية. القرار جاء بصورة أخرى، بصورة لابد أن يجلس الطرفان للتفاوض حول الخلافات التي تدور ما بينهم بغض النظر عن من المعتدي. وحقيقة هذه إشكالية القرار. إشكالية القرار كان ممكن أن تكون هنالك رسالة موجهة إلى جنوب السودان لأنها هي التي اعتدت، ثم من بعد ذلك تأتي رسالة أخرى لحكومة السودان بأنك كنت أنت المعتدي عليك، ولكن
يفترض أن يبدأ تفاوض ما بين الطرفين. إذا هنالك نوع من غض النظر من مجلس الأمن بأن الهجوم الذي اتخذته جنوب السودان لم يعطى الإدانة التي كانت في المجتمع الدولي كله. جميل، إذن هي مجموعة من علامات الاستفهام والتساؤلات. دعني أنتقل هنا إلى الدكتور أحييك أولا، وأنت ضيف عزيز علينا، وأنت يعني تتبوأ الآن منصب قيادي في حزب الأمة القومي. يعني البروف تفضل على ذكر جملة من الأسباب التي تثير كثير من التساؤلات. أنتم في حزب الأمة وأنتم حزب تاريخي، يعني تاريخيا عرف عنكم أنكم لديكم مواقف وطنية عندما يكون الأمر يتعلق بسيادة الدولة، وشهدنا كذلك مواقف سميها إيجابية فيما يلي قضية التدخل أو تدخل دولة جنوب السودان في منطقة إقليم، ولكم نفوذ كبير في تلك المنطقة. إلى أي مدى يعني ترون أن قرار مجلس الأمن هو قرار لم يكن موفق إلى حد كبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نحن بننظر للقرار مجلس الأمن وما ترتب عليه أنه مؤشر خطير بأنه السودان خاصة ردود الفعل التي بدأت تظهر بصورة فيها كثير من الارتباك داخل مؤسسات الدولة ومن الحزب الحاكم المؤتمر الوطني. فيه ما يوضح، احنا من فترة بعيدة بنقول انه للأسف انه المكون الأجنبي في القرار السوداني اصبح كبير جدا، وان السودان اصبح موضوع للتداول في المؤسسات والمنظمات الدولية وعند الدول الكبرى. وهذا دليل ضعف وليس دليل قوة، وهذا يؤكد بأنه هناك خلل في تعاملنا مع المجتمع الدولي. هذا الخلل في رأيي ارتبط باتفاقية نيفاشا. اتفاقية نيفاشا بغض النظر عن الجانب الإيجابي فيها أنها لم تنفذ بالصورة التي تحفظ للسودان وحدته وتحفظ للدولة السودانية هيبتها. اتفاقية نيفاشا نصت على التحول الديمقراطي. للأسف الشديد أنه وهو بند مهم جدا إذا تم التحول الديمقراطي وإذا تمت معالجة القضايا العالقة اللي بتكلم عنها، قضايا الحدود وقضايا البترول في الفترة الانتقالية، كان من الممكن أن تكون يعني إضافة إلى أنه إذا التزم الطرف السوداني اللي هو المؤتمر الوطني أو الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان بالعمل على أن تكون الوحدة جاذبة. لم يحدث تحول ديمقراطي، لم تكن الوحدة جاذبة، لأنهم كانوا بيعمل كل سواء كان في الجنوب أو كان في الشمال لتثبيت النظام الحاكم، وبالتالي حصل تحالف إلى الذي وصلنا إلى الانفصال، وترتب عليه بعد كده فقدنا السلام، الحرب عادت من جديد، وعادت المشاكل في المناطق الحدودية أو مناطق التماس. تعامل الحكومة السودانية وتعامل المؤتمر الوطني مع قرارات مجلس الأمن وهي قرارات ملزمة لنا كأعضاء في الأمم المتحدة، هي تعامل فيه يعني كثير من الالتباس. والدليل كما ذكرت وكما ذكر بروفيسور الساعوري أنه ما بنتكلم بخطاب موحد في قضية لا تقبل الجدل. هذه القضية هي قضية بلد وقضية مستقبل أمة، لا يمكن أن يكون هناك اختلاف في تناوله. الاختلاف في التناول هو رسالة، هذه الرسالة سالبة، ويعتقد المجتمع الدولي أو الأسرة الدولية أو مجلس الأمن أن هناك في جنوب السودان وفي شمال السودان قوى تسعى إلى مزيد من العنف وتسعى إلى حرب بينهما، لأنه كلا الحكومتين بتسعى لاقتلاع الحكومة الثانية، وده اللي أدخل البلد في دوامة العنف، واللي تعرض بأثر ده المواطن السوداني للعديد من المشاكل. الآن الحرب الدائرة في جنوب النيل الأزرق، والحرب الدائرة في جنوب كردفان، والحرب الدائرة الآن وإن كان بصورة أقل في دارفور، كلها مؤشرات بتتطلب من أن تكون الحكومة عندها استراتيجية واضحة وتتكلم بلغة، هذه اللغة يعني لا تقبل أن يكون فيها أكثر من
جميل. التأويل. على ذكرك للحروب وأنت رجل أيضا قيادي في حزب الأمة، لا تعتقد أن إشارة الرئيس سيلفا كير خلال إعلان خلال الاحتفال بإعلان دولة الجنوب أن المواطنين أو أهل منطقة جنوب كردفان والنيل الأزرق هم يعني مشكلتهم تعتبر مشكلة تعني في المقام الأول حكومة الجنوب، ألا يدلل ذلك وأنت تذكر الاستراتيجيات على أن الدولة الجنوبية هي مخلب غط تنفذ من خلاله الدول الغربية سياسات بعينة؟ أنا عندي الرأي في الحقيقة عبرت عنه من فترة مبكرة جدا. نعم. أنا أفتكر أنه إدخال المناطق الثلاثة وقضية أبيي في اتفاقية نيفاشا كان خطأ جسيم جدا من قبل حكومة السودان. هذه قضايا لا يمكن أن تدخل بالطريقة التي أدخلت فيها. النقطة الثانية أنه بداية تعيين دان فورس، ودان فورس في رأيي أنه عين للإنفاذ مهمة معينة. بدأ دان فورس بمنطقة جبال النوبة في الوقت هو جاي يتحدث عن قضية شمال الجنوب، عن الحرب الأهلية في الشمال في 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 الجنوب. كونه ابدأ بجبال النوبة وكونه التفاوض يتم من عضوية الحركة الشعبية، الاتفاق الذي تم فيه ما يؤكد أن تكون للحركة الشعبية كلمة في مناطق شمالية 100%. أنا أفتكر ده كانت بداية الخطأ وترتب عليه أخطاء كثيرة أنا ما داير أستمر فيها، لكن المهم أنه الآن كما ذكرت إذا ما حاولت حكومة السودان فك الارتباط بين حملة السلاح في المناطق اللي هي مناطق شمالية زي جنوب النيل الأزرق وزي جنوب كردفان على أساس أنه تحل هذه القضية التي أدت إلى حمل السلاح. جميل. لفائدة المشاهد يعني حري بنا أن نذكر أن السفير رحمت الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية كان من المفترض أن يكون بيننا هنا في الاستوديو ولكنه اعتذر في آخر لحظات قبل هذا البرنامج، وعليه يعني ليس هناك من يعبر عن وجهة النظر الحكومية، ولكن معي البروفيسور الصعوري وهو متابع وكاتب معروف وله يعني خبرات في العمل السياسي السوداني. إلى أي مدى تقيم حديث الدكتور فيما يلي الخلاف التاريخي ما بين المعارضة السودانية ومن يعني 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 تحميل الآخر وزر الذي يجري في من أحداث في السودان؟ يعني لا نستطيع أن حقيقة في قضية الجنوب هذه والشمال لا نستطيع أن نحمل جهة واحدة أو وزر ما حدث. جميل. وفي هذا الأمر أنا شخصيا عندي رأي وقد أعلنت في أكثر من محفل بأن المسؤولية مسؤولية قومية شاركت فيها جميع القوى السياسية، شاركت فيها جميع القوى الإقليمية، شاركت فيها جميع القوى الدولية. هذه القضية قضية لم يتخذ فيها المؤتمر الوطني وحده القرار. نعم. ولم يكن هو المسؤول الوحيد عن الأمر، لكن المسؤولية حقيقة. جميل. المسؤول على التنفيذ. أيوة المسؤولية حقيقة عندما جئنا إلى التنفيذ الاتفاقية. هو كما معلوم مشكلة جنوب السودان هي مشكلة تاريخية أصلا منذ ذهاب الاستعمار. دعني برف عذر للمقاطعة، ولكن انضمت إلينا من القاهرة الدكتورة الكاتبة الصحفية المعروفة أماني الطويل الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتورة أماني. أهلا بك أبو مشاهدين. دكتورة أماني الطويل. أهلا بك. أنا معك. أهلا بك دكتورة أماني الطويل. دكتورة معي هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم الأمين الأمين العام لحزب الأمة القومي والبروفيسور حسن الصعوري أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية بجامعة النيلين، وأنت أيضا كاتبة ولديك باع طويل في ما يلي القضايا السودانية. يعني تصريحات المسؤولين السودانيين على خلفية الغرار 2046 تبدو إلى حد كبير على غير ما تهوى دوائر صناعة الغرار الدولي. برأيك إلى أي مدى نحن أمام سيناريو للمواجهة ما بين السودان والمجتمع الدولي؟ أنا أولاً التحية لضيوفك الكرام في الاستوديو. المسألة الثانية أنا لا أتوقع مواجهة بين السودان والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالقرار 2046. لقد تعودنا دائماً أن ردود الفعل السودانية الأولى
شمالا وجنوبا غالبا ما بتكون غاضبة، أحيانا تكون تخاطب الشعب في الداخل أو البيئة المحلية أكثر منها تخاطب البيئة الدولية، وبالتالي ربما تخرج عنها تصريحات متشددة بعض الشيء. أنا الحقيقة قرأت للقرار الدولي أنه في مصلحة الشمال والجنوب معا، لأن يعني اندلاع حرب شاملة بين الدولتين ليس في مصلحة الدولتين أولا، وبالتأكيد ليس في مصلحة الإقليم ولا البيئة الدولية، لأن استمرار القتال بين شمال وجنوب السودان ينذر بتفتت كل دولة على حدة، وفي هذه الحالة تتحول السودان إلى نموذج صومالي. المجتمع الدولي يتحسب لفكرة وجود جماعات القاعدة في مثل هذه البيئة، وبالتالي تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي في شرق أفريقيا التي هي بيئة جيوسياسية حساسة بطبيعتها الجغرافية نظرا لإطلالها على البحر الأحمر الممر الدولي الهام للتجارة الدولية. هذه معطيات لابد أن تكون في الحسبان حينما ننظر للقرار 2046. أتصور أن المجتمع الدولي أخذ موقفا متوازنا، وخصوصا أنه قد ضغط على جنوب السودان، لم يقر أداء حكومة جنوب السودان فيما يتعلق بالاعتداء على هجليج، وذكر في هذا السياق أن الجنوبيين قد أقروا طبقا لمحكمة العدل الدولية ولاية الشمال على منطقة هجليج. أتصور أن هذه خطوات متقدمة كانت في مواجهة الأداء السياسي والعسكري لدولة جنوب السودان من جانب المجتمع الدولي الذي عودنا دائما أن يكون منحازا لجنوب السودان أحيانا بلا موضوعية. جميل. المجتمع الدولي الذي عودنا دائما أن يكون منحازا، دعيني أبدأ من حيث انتهيت، يعني في ظل هذه الصورة الغاتمة التي تحدثت عنها، هل نحن يعني ما هي الخيارات المتاحة أمام المجلس أو مجلس الأمن لاتخاذها في مواجهة السودان في حال عدم يعني الوصول إلى اتفاق سلام ما بين الدولتين؟ نحن بصدد تنفيذ اتفاق سلام وليس الوصول إلى اتفاق سلام، وأنا أتصور أن سلاح العقوبات سوف يكون سلاحا موجعا لكلا الطرفين، نرجو ألا يصل إليه، ولدينا الخيار الأسهل وهو الجلوس إلى مائدة المفاوضات والتفاوض، وخصوصا أن شمال السودان كان لديه تجربة ناجحة في التفاوض مع تشاد وتحويل العلاقة من حلاقة عدائية إلى علاقة نسب ومصاهرة، وبالتالي هذا الأداء وهذا السلوك السياسي أولى به جنوب السودان، لأن في النهاية شمال وجنوب السودان هو شعب واحد، وهناك يعني وشائج بالقربة ووشائج بالدم. فأنا أتصور أن كلا القيادتين السياسيتين في كل من شمال وجنوب السودان مدعوتين للتخلي عن المسألة الأساسية في هذا المأزق، وهو الحروب بالوكالة، ممارسة الحروب بالوكالة أو دعم كل طرف للمعارضة لدى الطرف الآخر. هذه هو المحك الأساسي لإنجاح أي خطة سلام أو أي جهود دولية، وخصوصا أن الاتحاد الإفريقي المجموعة المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي تتجه أو تدعم مثل هذا المنهج، وأنا أظن أن التوقف عن دعم كل نظام لمعارضي النظام الآخر كان سببا في إنجاح تطبيع العلاقات بين السودان وتشاد. دعونا نتخذ من الحالة مع تشاد نموذجا لتطبيقها مع جنوب السودان، والتخلي عن خيار المناوشات العسكرية أو الحرب المفتوحة. لدينا على خطوط التماس ملايين من البشر تتضرر مصالحهم بشكل مباشر من هذه الحالة الراهنة، وتصور أن كلا الحكومتين مطلوب أن تكون معنيتين بشعوبهما في هذه المنطقة الحساسة. وكانت هناك جهود إقليمية وأوروبية مصرية وأوروبية في حقيقة الأمر للتقريب بين وجهات النظر بين الطرفين قبيل الانفصال. أذكر في يوليو وأغسطس 2010 عقدت جلستي عمل في القاهرة هنا
بين رموز من حكومة الوحدة الوطنية في ذاك الوقت لتدشين علاقات تعاونية بدلا من تدشين علاقات صراعية بين الطرفين. نحن وصلنا إلى أسوأ سيناريو كان متوقعا وقت استفتاء تقرير المصير، وهو علاقات جوار ملتهبة. كان لدينا خيار الوحدة الطوعية أو الانفصال بعلاقات تعاونية. الآن نحن أمام انفصال بعلاقات صراعية، وهي حالة مكلفة استراتيجيا لكل من شمال وجنوب السودان معا، لأنهم ليس من مصلحة أي عاصمة من الاثنين أن يكون جوارها المباشر هو عدو تتنامى شراسته وتتنامى خطورته ويكون مهدد أساسي للدولة الأخرى. جميل. على ذكرك للمأزق والحرب بالوكالة، تعلمين أن الحكومة السودانية كانت قد يعني حاربت حكومة دولة جنوب السودان قبل إعلان الانفصال، وتعلمين أن الموقف العربي إلى حد كبير كان ضعيف في نصرة الدولة الشمالية، دولة شمال السودان. ومصر تتحدث دائما عن الأمن القومي وقضية المياه، ونحن الآن نشهد سيناريو يتجدد يوم بعد آخر على المشهد السياسي العربي بعد ثورات الربيع العربي. هل تتوقعين أن يتخذ العرب موقف نصرة لحكومة السودان فيما يجري من أحداث، وأنت تتحدثين عن حرب الوكالة؟ فيما يتعلق بمصر دعني أقول بوضوح أن مسؤولية عدم دعم شمال جنوب السودان أو يعني السودان قبل الانفصال جزء من المسؤولية ليست بالهينة يقع على السودان نفسه. ودعنا نكون موضوعيين في هذا الأمر، لأن أحيانا كثيرة دوائر صناعة القرار السوداني كانت تلجأ إلى القاهرة في حالة المأزق. إذا ما حل المأزق هذا المأزق مع واشنطن تتخلى عن القاهرة، ولدينا في ذلك يعني حوادث دالة ليس هنا مجال لسردها. وبطبيعة الحال أنا بعيدة كل البعد هنا عن أني أدافع عن نظام مبارك، وأنت تعلم تماما أنني كنت من المعارضين له، كما أنني لم أكن منخرطة في أي من أشكاله السياسية. المسألة الثانية المتعلقة بالدعم العربي، دعني أقول لك في تقديري أن النظم العربية تعاني من أزمة وجودية حادة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. كل نظام عربي لديه أزمة داخلية، وخصوصا أن الدعم العربي جاء للسودان تقليديا من مصر والمشرق العربي. كل هذه المنطقة تعاني الآن من أزمة وجودية. تحاول مصر الإفلات من هذه المسألة في ظل تطوير سياساتها الخارجية، وأظن أنها التحقت بالجهد الإفريقي فيما يتعلق بمحاولة تقريب وجهات النظر بين شمال وجنوب السودان. وكانت هناك زيارات مكوكية لوزير الخارجية المصري في هذا السياق. وهناك في الأخير دعني أقول لك مثلا مصريا عاميا يقول: ما حك جلدك مثل زفرة. مهما كان حجم الدعم المصري أو العربي للسودان شمالا أو جنوبا، لا يمكن أن يكون بفاعلية الظفر للحم. نحن ندعو كلا الحكومتين وكلا القيادتين السياسيتين إلى الانتباه حتى لا ينفرق عقد الوطن، وحتى يتم الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي كل من شمال وجنوب السودان. وذلك عبر إنهاء هذه المسألة والتفاوض، حتى لو تنازلت أي من الدولتين أو كلا الدولتين تنازلات في هذا السياق، حتى على أن يكون الهدف الاستراتيجي هو السلام مع الدولة الجارة، حتى تنتبه كلا العاصمتين وكلا القيادتين السياسيتين إلى الجبهة الداخلية، لأن الجبهة الداخلية في كل من شمال وجنوب السودان جبهة قلقة ويعني حبلى بالتفاعلات الحادة التي قد ينتج عنها تهديد كل النظام في إقليمه. نحن ندعو كلا الإقليمين في حقيقة الأمر إلى التفرغ لإقامة السلام مع الدولة الأخرى، ثم التفرغ للحوار الوطني الداخلي حتى يتم الحفاظ على كلا الدولتين. شكرا دكتورة أماني. ولكن قبل أن تبارحينا يعني سؤال أخير ولو سمحت بإيجاز. سوزان رايس مبعوثة الولايات المتحدة للأمم المتحدة تحدثت اليوم عن انسحاب قوة
جنوبية من منطقة أبيي، وطالبت السودان بسحب قوات الجيش السوداني والشرطة من منطقة أبيي. إلى أي مدى تعتقدين أن هذا الفخ الذي يعني تريده الولايات المتحدة من الممكن أن ينصب عبر بوابة أبيي فيما يلي استهداف السودان؟ يعني أنا أتصور أن بوابة أبيي بوابة هامة وبوابة حاكمة، ودعنا نتذكر أن هذه المسألة كانت مأزقا في مفاوضات نيفاشا، وكان لها بروتوكولا خاصا، مسألة معقدة. بوابة أبيي بوابة مناسبة للبدء في حلحلة الموقف بين شمال وجنوب السودان، وأتصور أن الموقف العربي رغم أزمته، أنا أدعو في حقيقة الأمر إلى ضرورة المساهمة في هذا الجهد وعدم ترك المجهود الأمريكي كمجهودا وحيدا في هذا السياق. أشكرك الدكتورة أماني الطويل، نتمنى أن نستضيفك مرة لاحقة من داخل الاستوديو، كنت ضيفة عزيزة علينا في هذا البرنامج. بروف، استمعت إلى حديث الدكتورة، وتعلم أن السودان عاش حالة من العزلة إبان حقبة التسعينات أيام الحرب الأولى. إلى أي مدى تقيم هذا الحديث فيما يلي نصرة السودان، وتعلم أن السودان كانت له مواقف إيجابية فيما يلي الثورة في مصر وليبيا وعدد من البلدان العربية، هل السودان الآن في مأزق وعزلة كذلك يعني؟ ما في شك السودان كان في عزلة في السابق، وما في شك كذلك أنه عدد من الدول العربية الرئيسية لم تساند السودان، وإنما ساندت حركة التمرد لفترة طويلة. الآن قد يكون تغير الحال في ليبيا، في القاهرة، في اليمن، في تونس. لكن الآن الدول العربية منشغلة بنفسها حقيقة. الربيع العربي الآن هو السائد في معظم البلاد العربية، وبالتالي هم منشغلون عن ما يحدث في السودان، منشغلون عن أي إضافة يمكن أن يضيفوها للسودان، وبالتالي لا ينبغي لنا أن نعتمد عليهم في التعامل مع القوى الدولية المختلفة. وحقيقة الأمر كان يمكن للجامعة العربية أن يكون عندها دور ما في هذه العملية داخل أروقة الأمم المتحدة، كان يمكن للاتحاد الأفريقي، كان يمكن لمنظمة التعاون، كان يمكن لكثير جدا من المنظمات الإقليمية، وكان يمكن أن نستثمرها ونسخرها لأن تتحرك حتى يكون حركة السودان مع العالم كله وليس العكس. جميل. أفتكر الخارجية السودانية لابد أن تتخذ منهج جديد في التعامل مع مجلس الأمن يختلف من المناهج السابقة التي تعاملت بها. وكان ممكن أيضا للأحزاب السودانية أن تشارك في قضية اتفاقية السلام الشامل. الدكتور، إلى أي مدى أنتم يعني تحسون بشيء من المرارة والسودان انفصل وأنتم أحزاب تقليدية لها وجود على الخارطة السياسية السودانية؟ واستمعت إلى حديث الدكتورة أماني وهي مصرية الجنسية، ولكنها تتحدث بتداعي عاطفي أكبر مما شهدناه من الأحزاب السودانية. لا بالعكس، السودانية كان عندها موقف واضح جدا، يعني يمكن القضية بتاعت هجلي وإدانتها الصريحة. لا أنا أتحدث عن حقبة ما قبل الانفصال. يعني لا، كان هم عندهم موقف واضح جدا فيما يخص القضية كما ذكرت يعني الأماني وكما ذكر البروف. حقيقة هي في المقام الأول قضية وطن. وحق تناولنا لها على الأقل من الآن فصاعد يجب أن نتعامل معها كقضية مصيرية. صحيح. لأنه اللي حصل بعد الانفصال قطعا حتترتب عليه كثير من التفكك والتفتت في السودان، إذا ما نحن خاطبنا هذه القضايا بلغة مختلفة، وخاطبناها بالخطاب اللي بيخاطب تطلعات سكان هذه المناطق. جميل. ذكرت أماني على أساس أنه منطقة التماس هي منطقة فيها تلت سكان السودان. نعم. ومنطقة يعني مصالح سواء كان على طرفي الحدود المواطنين في الجنوب أو في الشمال مرتبطة ارتباط وثيق جدا، وده بقت مبرمجين. نعم. على منذ في حراك طبيعي. السنين في حراك. نعم. في حراك طبيعي. نعم. أي محاولة لإضعاف الحراك ده حينعكس سلبا على حياتهم، وحيتأثروا أكثر المواطنين الموجودين في السودان أكثر المواطنين الموجودين في الجنوب. نعم. فعشان كده يجب أن تراعي حكومة السودان أهمية هذا الموقف. النقطة الثانية اللي هي ذكرت برضو قضية أبيي، أنا أفتكر قضية أبيي
التصريح اللي ذكرته كونداليزا ذكرته سوزان رايس تصريح خطير جدا. نعم. لانه واضح جدا انه التعامل مع قضيه ابيي من قبل الحكومه السودانيه لم يكن موفق في كل المراحل اللي مرت بها. المرحله الاولانيه بروتوكول ابيي وضع داون فورس لم يضاف اليه حرف واحد. جميل. في الوقت دعنا لك مراحل ده نصلك للنقطه دي للتصريح ذاته. دعنا نصل الى فاصل قصير ومن ثم نواصل الحديث في هذا جدا. اعزائي نذهب الى فاصل قصير ومن ثم